أهلا بكم، يوم جديد من تاريخ هذا الوطن نحتفل بذكراه اليوم. اليوم هو الذكرى 72 لثورة 23 من يوليو المجيدة، ذكرى يوم خالد لثورة غيرت تاريخ مصر والمنطقة وأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها، وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني. اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية، والله ولي التوفيق.